بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الرئيس المحترم، سيد رئيس الحكومة المحترم، السيدات النائبات والنواب المحترمون. جيت سعيدة أن أساهم باسم الفريق الاستقلالي في مقاربة سؤال إصلاح منظومة التعليم ببلادنا. وقبل أن أتطرق إلى هذا الموضوع، أؤكد سيد رئيس الحكومة أنني عايشت وجايلت إصلاح 1985، وحضرت في إصلاح 2003، وتتبعت بقلق وبدقة الحوار 2023. فرق كبير ونتائج كثيرة. إن المؤسسة التشريعية اليوم تناقش مسار إحدى الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تقوم بها الحكومة، ألا وهو إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وما حمله جوابكم سيد رئيس الحكومة من توضيحات قادرة على طمأنة نساء ورجال التعليم على مسارهم التكويني والمهني والإداري، وكذلك أسر التلاميذ بخصوص مصير الموسم الدراسي. وبعيداً عن منطق الأغلبية واستحضاراً للعمل الجبار الجاد وتمثلاً لمنطق الله الذي يقول لا تبخس الناس أشياءهم، نحيي الحكومة على سعة صدرها وتحملها لمسؤوليتها الكاملة في معالجة إشكالية النظام الأساسي في صيغته الأولى وما خلفه من توتر داخل المدارس العمومية في إيقاف نزيفه وتداعياته، بعدما تم التوصل إلى قرار يحمل منسوباً كبيراً من الحكمة ومفعماً بالوطنية الصادقة والإرادة القوية التي غلبت الصالح العام عن المصالح الضيقة، وذلك بتعبئة جميع الأطراف المعنية بالمصير الدراسي والعمومي، والذي لا يمكن أن نعود به إلى الوراء كيفما كانت الأحوال، لأنها تعبئة لا تقبل بالحلول المرحلية ولا بالإجراءات الترقيعية، بقدر ما أصبحت تتطلب برنامج عمل محدد وأهدافا محددة وإجراءات جد محددة كذلك، كل ذلك من أجل ضمان حق التلميذ في التعلم بشكل منتظم مستمر لاستكمال البرامج الدراسية في ظروف بيداغوجية سليمة ومناسبة وتجاوز الصعوبات والإكراهات التي يطرحها هدر الزمن الدراسي بما يحمله من تكاليف باهظة على المسار التعليمي في بلادنا. سيد رئيس الحكومة المحترم، لا شك أن الخطة التنظيمية المعتمدة التي أعلنت عنها وزارة التعليم تشكل إحدى الآليات الكفيلة بملائمة البرامج الدراسية وتكييفها مع متطلبات إنجاح الموسم الدراسي إذا ما تم الاستثمار الأمثل للزمن المدرسي لما يفرضه من تدابير. لذا نتمن عاليا جرأة الحكومة من أجل تجاوز الأزمة لإيجاد حل نهائي وشامل لهذا الملف بحل توافقي أساسه النجاعة في التدبير والسرعة في التنفيذ بكل ما يحمله من إجراءات تشريعية وتنظيمية وإدارية ومالية، رغم الضائقة المالية التي فرضتها الأوراش الكبرى والمشاريع الاجتماعية مفتوحة من قبيل الدعم الاجتماعي المباشر وتعميم التغطية الصحية وبرنامج إعادة البناء والتأهيل لمناطق متضررة من زلزال الحوز وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك مخطط العمل الاستعجالي لمواجهة ندرة المياه ودعم السكن الاقتصادي والاجتماعي وغير ذلك من أوراش ذات الأولوية التي تقتضيها اللحظة الراهنة بتوجيهات ملكية سامية. ويبقى ضروريا في نظرنا أن نؤكد أنه لا يمكن اعتبار ميزانية الإصلاح تكلفة ترهق الميزانية بقدر ما هو استثمار واعد ومفصلي في الرأس المال البشري. نهنئ الحكومة حين سارعت إلى إحالة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتمين القانون بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل إضفاء صفة موظف على جميع موظفي الوزارة الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات القانون، وبالتالي إعادة الاعتبار لهذه الفئة
بإدماجهم في الأسلاك الوظيفة العمومية وبنفس الروح الوطنية وتمثلا لقيم التسامح. سيد رئيس الحكومة، ندعوكم وأنتم تعلم ونحن نعلم أنكم تقدمون الكثير من المجهودات إلى إلغاء قرارات التوقيفات التي شملت مجموعة من نساء ورجال التعليم، وذلك انسجاما ووفاء الوطن غفور رحيم، اقتناعا كذلك منا بضرورة طي صفحة الماضي واستخلاص الدروس والعبر في ظل أجواء استقبال شهر رمضان المبارك. وليس ذلكم عليكم بعزيز السيد رئيس الحكومة، وعدتم كذلك أنكم ستعيدون النظر في اقتطاعات، وأننا نعتبر وعدكم ميثاقا غليظا وننتظر تنفيذه. سيد رئيس الحكومة، كذلك بنفس الروح الوطنية وبقيم التسامح، ندعو نساء ورجال التعليم إلى تعبئة شاملة من أجل إنجاح الموسم الدراسي ورسم معالم صورة تضامنية أخرى. سيد الرئيس، شكرا، انتهى التوقيت.